طرح المطرب سامي يوسف مؤخراً أغنية تحت عنوان أماه، وسجل يوسف الأغنية بأداء مباشر من حفلة غنائية كان أحياها مؤخراً في أوبرا دبي. يذكر أن سامي يوسف سيشارك في افتتاح مهرجان موازين الدولي بالمغرب، واختارته إدارة المهرجان لحرصها على إتاحة فرصة للجمهور المغربي للتعرف على ألمع الأسماء المتألقة في سماء الأغنية العربية والأوروبية. نشفى مدينة وسيمبا طاوى وسيمبا طاوى عزابا بناس رسول الله رسول الله.